وفي لقاء خاص بالتلفزيون المصري قالت مسؤولة العلاقات الخارجية بمؤسسة حياة كريمة جانا مسعود إن المبادرات الرئاسية حياة كريمة تؤدي دورا عظيما في ملف تغير المناخ بتوجيهات من الرئيس السيسي، وأضافت أن مشروع تبطين الترع يراعي الضوابط البيئية ويمضي بنسبة إنجاز عالية بكل محافظات مصر. في الحقيقة المشروع القومي حياة كريمة ليه دور يعني عظيم على قضية مكافحة تغيير المناخ. من أهم محاور المشروع القومي حياة كريمة هو مشروع تبطين الترع اللي فيه نسبة إنجاز عالية جدا داخل المشروع لأكثر من 55%، بالإضافة إن الوجه بيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبيراعي ضوابط البيئة. مشروع تبطين الترع هدفه الرئيسي هو بيحسن عملية إدارة وتوزيع المية وبيوفر من أو بيعمل ترشيد لاستهلاك المية، بالإضافة إن هو بيحد من ترسيب المية في الصرف الزراعي وبيوصل المية للأراضي اللي بارت قبل كده وما كانش بيوصل لها أي مية، فبالتالي ده بيزود نسبة الرقعة الزراعية وبيعمل استصلاح للأراضي الزراعية، بيبقى ليه مردود إيجابي هائل على الأمن الغذائي وعلى قضية تغيير المناخ.